يحتفل المصريون بأعياد الربيع وشم النسيم. أعلنت المحافظات وأجهزة الدولة المختلفة رفع درجة الاستعدادات لتأمين الاحتفالات في ظل إقبال من المواطنين على الاحتفال بهذه المناسبة في الحدائق والمتنزهات والمراسي النيلية. وقد تفقد محافظ القاهرة خالد عبد العال الحديقة الدولية بمدينة نصر للاطمئنان على استقبال زوارها، مؤكدا حرصه على توفير الراحة للمواطنين في هذه المناسبة. بنقول طبعا كل الشعب المصري العظيم كل سنة وهو طيب بمناسبة أعياد شم النسيم. احنا طبعا يعني سعدنا ان احنا نشاركه في احتفالات واستعدينا لتجهيز جميع الأماكن من الحدائق والمتنزهات العامة ملتيفيس النيلي، جميع الأماكن اللي هي ممكن المواطن يجي يقضي يومه ويستمتع بيها.